السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نتعلم كيفية الدخول إلى منصة Learny Home. أولاً، ندخل رابط المنصة المرسل من المدرسة، ويفضل استخدام جوجل كروم. طريقة الدخول للمنصة: ادخل رقم الهوية والرقم السري، ثم نضغط على زر تسجيل الدخول. الآن سوف ندخل للحصص المرئية، اخترنا مادة اللغة الإنجليزية، ثم نضغط على المنطقة التفاعلية، ثم ندخل على حصص مرئية. هنا نرى الحصة، نضغط على زر دخول. الآن دخلنا على حصة اللغة الإنجليزية، نضغط على زر ميكروفون ثم خانة السماع. ونضغط على خانة نعم. Excellent, good job, smart. So here we have boy. And again, the sound of the boy is ba. So it's a boy, ba, right? So here we have. من خلال هذا الزر يمكننا التحكم بالميكروفون، إما كتم أو السماح بالصوت. وفي الخانة اليمنى يمكننا التحدث مع المعلمة بالكتابة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.